كل المصورين المحترفين أو مصورين الاستوديوهات خصوصاً موجود عندهم إشي اسمه رؤوس إضاءة. رأس الإضاءة هو إحدى المعدات اللي إحنا نستخدمها مشان يعطينا إضاءة نصور فيها. لكن مشكلة مصدر الإضاءة هون إنه عم بضوي كل إشي قدامه، ضارب على الكاميرا، ضارب على وجهي. طب أنا بدي أوجهه بس مثلاً على هاي الجهة، شو بعمل؟ ممكن أجيب أي إشي كرتونة أو أي إشي أعمل بلوك للإضاءة أمنعها توصل للكاميرا وأشكل الضوء زي ما بدي. بس هاي الطريقة غير احترافية وبدك تظل تلزقها وراح تتعب فيها. الطريقة الاحترافية إنك تجيب أكسسوري خاصة تركبها على رأس الإضاءة، وهاي الأكسسوري بتساعدك تشكل الضوء وبتوجهه لمكان محدد، وبهاي الحالة ممكن تزيد قوته كمان. هاي الإكسسوارات اللي إحنا بنستخدمها حتى نشكل الإضاءة حسب حاجتنا بنسميها light modifiers. نبدا الشرح بابسط لايت موديفاير اللي بيجي بكرتونه كل راس اضاءه تقريبا، اللي هو بنسميه ريفليكتر. وظيفه الريفليكتر شغلتين: يحدد الاضاءه لاتجاه معين، والشغل الثاني يقويها اكثر. ففي منه النوع العادي اللي بيجي زي هيك، هذا الريفليكتر، وفي منه نوع جديد صار يطلع من شركات زي جودوكس وابيتشر، صاروا يسموه الهايبر ريفليكتر. شكله غريب من جوا فبيقوي الاضاءه اكثر وبركزها. واحده من اجمل الاكسسوارات اللي كمان ممكن نضيفها على الريفليكتر اللي هي حل مشكله، انه مثلا بديش الضوء يوصل لهذيك المنطقه، لسه بدي احدده اكثر. بهاي الحاله بنستخدم اكسسوري اسمها بارن دورز. البارن دورز لها اشكال كثيره، هاي الاكسسوري بتركب على الريفليكتر. فكرتها بسيطه، انه تعمل بلوك للاضاءه للمكان اللي ما بدك يوصله ضوء. فانا مثلا على زاوية معينة وبديش الضوء يوصل للكاميرا، بقدر اعمل له فلاج او بلوك للضوء وبيبطل يوصل للكاميرا، بيعطينيش فلير مثلا. او بديش يضوي الطاولة، يعني انا بدي اصور منتج بديش الضوء يوصل للطاولة بس بعمل له بلوك وبمنع يوصل للطاولة. مثلا بديش يوصل للخلفية تاعت المنتج كمان بمنع الضوء، بديش يوصل للسقف وهكذا. والحلو انه روتيتبل، يعني انت بتقدر تحركه وتلفه بالزاويه اللي بدك اياها. هلا فكره البارن دورز انها بتحدد كل جهه لحالها، بتعملها بلوك. طيب انا لو بدي اصغر نفس مصدر الاضاءه، بدل ما يكون انتشاره واسع وايد، بدي اخليه سبوت اكثر، بدي اضيقه اكثر. بهاي الحاله بنستخدم إشي اسمه جريد، بما معناه الشبكه. بهاي الحاله هي شبه خليه النحل، فاسمها هوني كومب جريد. وظيفتها بكل بساطه بنركبها وبتخلي مصدر الاضاءه بدل ما هو واسع سبوت اكثر او اضيق اكثر. والجريد بيجي منه اشكال ودرجات مختلفه. لاحظوا انه فتحه الشبكه على هذا الجريد اكبر من الجريد اللي هون، فبيعطيك مجال اوسع شوي، هذا اضيق، اضيق اكثر. وبرمزوا لها بالدرجات، يعني 40 درجه 60 درجه اللي هي درجه الكون تاع الاضاءه اللي طالع من هون. لحد هسه احنا شكلنا الاضاءه وحددناها اكثر وخصصناها بالاماكن اللي بدنا اياها. لكن اذا بدي اغير لونها، بهاي الحاله بنستخدم شيء اسمه فلتر او جل. والحلو بهاي الاكسسوري تاعت البارندون انه الجل تاعها بيجي تركيبه سهل جدا، بس بتثبته زي هيك وفي مغناطيس من فوق بيحمله، وهيك بقلب لون مصدر الاضاءه للون الاحمر او اي لون انت بدك اياه، بيجي مجموعه فلاتر معه. فعاده بهاي الحاله الريفليكتر هون مع البارندونز بيساعدنا نستخدمه بتصوير المنتجات، ممكن اذا بدنا نضوي على الخلفيه بشكل معين، او في تصوير البورتري حتى نستخدمه كباك لايت ويعطيني رم جميل محدد فقط على الموديل، ومع فكره انه تغير لون الرم زي ما انت بدك. طب لو انا عندي منتج كبير وبدي اضوي بس مثلا على اللوجو، وهي بتصير معنا، بدي احدد الاضاءه اكثر، لكن البارن دورز حتى مع الجريد والريفليكتر ما بيكفوا، لسه الضوء بيظل كبير على المنتج. بهاي الحاله بدنا نستخدم لايت موديفاير ثاني. هذا اللايت موديفاير اسمه سنوت، ووظيفته واضحه انه يحدد مصدر الاضاءه لسبوت كثير صغير. فانا بركبه على راس الاضاءه وراح تلاحظ انه ضوى منطقه كثير صغيره من الطاوله، مثلا انا بدي اضوي على تصوير منتجات او لتصوير الموديل اذا انا بدي اضوي على عيونه او على اللوجو تاع البلوزه مثلا. ومع السنوت كمان بيجي جريد شبكه اذا لسه بدك تضيق الاضاءه اكثر، يعني شوفوا مساحه دائره الاضاءه هون، لما اركب الجريد راح تصير اضيق واصغر اكثر. وكمان بيجي مع الجريد تاع السنوت مجموعه فلاتر وجلات تقدر تركبهم حتى تغير لون الاضاءه. ونكمل عفيه اللايت موديفايرز الصغيره اللي بتتركب على رؤوس الاضاءه. هذا اللايت موديفاير بنسميه سبوت لايت ماونت لينس نوعا ما، يعني هي فكرتها ان عدستين بتفوكس الضوء على مكان بعيد. فانا لما اجي اركبه صراحه هو ثقيل فعم بميل معي راس الاضاءه، خليني اميله لفوق. اذا بتنتبهوا في موجود عدسه هون انت بتقدر تباعدها وتقربها حتى تفوكس الضوء على مكان بعيد. والحلو بيجي معاه سليتس باختصاصات مختلفه، فمثلا في شيء على شكل شباك، على شكل قمر، على شكل قلب حب، بغض النظر انا بدي استخدم السليت اللي بتيجي على شكل شباك طولي، تتركب لها مكان معين وبضوي الضوء وبقدر الف الضوء عبين ما اضبط شكل الشباك بشكل طولي. واذا الضوء لسه الفوكس تاعه غير صحيح بقدر اغير العدسه عبين ما تاخذ فوكس صح للضوء على الخلفية. فعادة هذا اللايت موديفاير نستخدمه للإضاءة اللي على الخلفية الباك جراوند لايتس، وكمان بقدر أضيف عليه فلاتر وجلات هون على الفوهة حتى أغير لونه. بس صراحة كثير ثقيل، بدك تحط في بالك إنه لما تركبه على رأس إضاءة بدك ستاند هيفي ديوتي سي ستاند تقدر تركبه عليه حتى يتحمل وزنه. لحد هسه اللايت موديفايرز اللي حكينا عنهم بشكل الإضاءة
بخلوها حادة أكثر. طب أنا إذا عندي تصوير بورتري أو تصوير طعام بدي أخلي الإضاءة ناعمة حتى تطلع الصورة أجمل ومريحة للعين أكثر. مصدر الإضاءة اللي عندي حاد. هلا بشكل عام كل مصادر الإضاءة بتيجي أصلاً حادة، إحنا بنخليها ناعمة. ولتنعيم مصدر الإضاءة الموضوع بسيط جداً، عليك إنك تكبر مصدر الإضاءة، بدل ما يكون مثلاً 10 سنتي تخليه متر متر. طب كيف ممكن نكبر مصدر الإضاءة؟ في عندنا أكثر من طريقة. الطريقة الأولى أن نحط مشتت أو ديفيوزر بنسميه قدام مصدر الإضاءة، والمشتت حجمه أكبر من مصدر الإضاءة، فالضوء بخبط بالمشتت وبتصفي مصدر الإضاءة طالع من المشتت نفسه. الطريقة الثانية أنه نعكس مصدر الإضاءة عن سطح مشتت أكبر منه، فمثلا هون بدل ما أضوي الضوء مباشر علي وهو قطره 10 سنتي بقدر أكبر مصدر الإضاءة. كيف؟ بضويه على بورد وبخلي البورد يعكس علي، فبهاي الحالة مصدر الإضاءة كبر، بدل ما يكون قطره 10 سنتي صار متر 50 سنتي، فهي كبر مصدر الإضاءة، فأكيد رح تطلع الإضاءة أنعم على وجهي. هلا الصراحة ممكن تستخدم البورد بهاي الحالة، ما في مشكلة، ممكن تثبته على ستاند وتعكس، وهذا تقريبا مستخدموه بالسينما وبهوليوود. الطريقة الأسهل بكل بساطة أنك تستخدم لايت موديفاير، بستخدم هذا المبدأ منه، فيه بتقدر تركب على رأس الإضاءة ببساطة. وأبسط لايت موديفاير ممكن نحكي عنه وأقل تكلفة بيعمل تنعيم للإضاءة اللي هو الأمبريلا أو المظلة. الأمبريلا وظيفتها بسيطة، تكبر مصدر الإضاءة فبيطلع أنعم على تصوير البورتري مثلا أو تصوير الطعام. فأنا هون بقدر أركبه خلاص صار جاهز، وبدل ما أضوي على الموديل ضوء مباشر صغير فبتطلع إضاءة حادة، لا أنا بعكس عن الأمبريلا فبصير مصدر الإضاءة أكبر وتصير هي الأمبريلا مصدر الإضاءة. وهذا اللايت موديفاير بيجي منه حجمين، في الحجم العادي تقريبا هاي متر قطرها، وفي الحجم الأكبر بيجي تقريبا مترين ونص، طلع بتغطيني بالكامل، فهي إضاءتها جدا جدا ناعمة بتكون على الموديل أو بتصوير الطعام. والحلو فيها خفيفة الوزن وسهل إنك تفكها وتركبها بكل بساطة، بك بس خلاص خلصت منها، بلفها وبضبها بالكيس بالشنطة وخلصنا. وإذا بدك تنعم الإضاءة أكثر وأكثر بهاي الحالة بنستخدم أمبريلا من جوا بتكون أبيض، فالسطح الأبيض اللي هون بشتت الإضاءة أكثر فبتطلع الإضاءة أنعم من الأمبريلا اللي بتيجي سيلفر. فهيك صار عندنا كمان نوعين للأمبريلا، مش بس من حجمها لكن من ناحية الإشي المدهون جوا، فبدل ما يكون سيلفر ممكن يكون أبيض. بهاي الحالة تسميتها سهلة، فأنا مثلا ممكن أحكي سيلفر أند بلاك أمبريلا من جهة سيلفر ومن جهة أسود، وفي عنا وايت أند بلاك أمبريلا من جهة أبيض ومن جهة أسود. هلا في مشكلة صغيرة، لما نصور بورتريه الكاتش لايت أو الانعكاس اللي جوا العين من هاي الأمبريلا بيطلع في نقطة سودة بالنص وفي خطوط هيك تقريبا زي شبكة موجودة بالعين، وهذا نوعا ما غير محبب. فبنقدر إحنا نستخدم ديفيوزر كمان نحطه فوق الأمبريلا ونغطي في رأس الإضاءة، بنعم الإضاءة أكثر، بغير شكل الكاتش لايت بالعين. وحتى هون الديفيوزر كمان اللي فتحه لرأس الإضاءة بسكرها عليه، هيك بنحصل أكبر قدر من التنعيم للإضاءة، وبنفس الوقت السبيكلر أو الكاتش لايت بالعين بيطلع جميل نوعا ما. ممكن نحكي في نقطة سودة راح تطلع بالنص، لكن في لايت موديفاير بيعطينا تقريبا نفس النتيجة من دون هاي النقطة السوداء، راح نحكي عنه كمان شوي. ثالث نوع من الأمبريلا بدي أحكي عنه اللي هي بتيجي وايت ترانسبرنت، أبيض شفاف مشتت للضوء، وهي هدفها نفس الإشي تنعيم مصدر الإضاءة عن طريق تكبيره، بس الفكرة منها إنه كمان بتضوى على الجهتين، يعني بمر منها الضوء للمقابل وبينعكس عنها، فتقريبا هاي بنستخدمها للتصوير الهايكي. أنا بدي أضوي غرفة كاملة، بدي أعطي إضاءة كاملة للغرفة، وفي حال كنت بدك توجه الإضاءة لجهة معينة من الغرفة يفضل إنك تستخدم الأمبريلا اللي بتيجي من الجهة الثانية سودة حتى توجه الإضاءة لجهة محددة فقط مش على كل الغرفة. لكن مشكلتها الوحيدة ممكن نحكي إنه الكاتش لايت أو السبيكلر بالعين اللي هي النقطة السوداء أو الانعكاس رأس الإضاءة بالعين بيطلع فيه هيك نقطة سوداء بنص الكاتش لايت. بهاي الحالة يفضل نستخدم لايت موديفاير بنسميه سوفت بوكس، بوكس من اسمه هو بوكس لتنعيم الإضاءة، مصدر الإضاءة جدا كبير بيكون، ولاحظوا إنه ما فيش نقاط بالنص، بيجي موزع وناعم جدا. طريقة تركيبه نفس موضوع الرفلكتر، تركبه على مصدر الإضاءة بيعطيك إضاءة ناعمة جدا لأكثر من سبب. أولها إنه بيستخدم طبقتين لتشتيت الإضاءة الداخلية بعدين خارجية، ونفس السطح العاكس من جوا بتلاقيه مش مستوي، مش زي المراي، بالعكس بشتت الإضاءة أكثر، فبتطلع الإضاءة منه أنعم ما يمكن. وهون بيعطيني مصدر إضاءة كبير وناعم جدا من غير أي فراغات بالنص، مستوي بالكامل. والحلو كمان بيجي معاه جريد أو شبكة بتقدر تركبها عليه حتى توجه الإضاءة لمكان معين أكثر، بدل ما تكون مشتتة على كامل الغرفة. تركيب الجريد هون سهل وسريع، هو قطعة قماش يعني. ويفضل إذا بدك تشتري لايت موديفاير إذا في أوبشن إنك تقدر تضيف عليه الجريد اشتريه كمان مع أوبشن إضافة الجريد. والسوفت بوكس نفس موضوع الأمبريلا، بيجي منه أكثر من حجم، بيجي منه مربع وبيجي منه مستطيل أصغر، لكن بيجي منه شكل غريب مستطيل كثير نحيف. وبهاي الحالة بنسميه ستريب لايت أو ستريب بوكس، ستريب بما معناها شريط. كمان موجود فيه أوبشن الجريد تفكه أو تركبه، لكن معظم الوقت أنت راح تحتاج الجريد. ليش لي أنا ممكن أستخدم الستريب بوكس وما أستخدم السوفت بوكس؟ شو الحالات اللي أنا بحتاجها؟ هم حالتين. الحالة الأولى استخدامه كباك لايت في تصوير البورتريه لأنه بيعطيني إضاءة ناعمة جدا ورم جدا جميل، والحالة الثانية في تصوير المنتجات خصوصا المنتجات اللي بتيجي بشكل طولي
لانه مش حلو تنضوي بوكس مربع او تنضوي بمصدر اضاءه امبريلا او دائره، لانه بيطلع إشي غير محبب على المنتج. يفضل الستريب بوكس مشان يطلع عليه خط طولي، واذا استخدمنا السوفت بوكس العادي هذا الخط بيكون كثير عريض، فالستريب بوكس بيجي خط انحف فبيطلع المنتج بشكل جمالي اكثر. ممكن نحكي اجمالا انه هذا اكثر لايت موديفاير انت ممكن تستخدمه في بداياتك بالتصوير، لكن بدنا ننتبه لشغله واحده، ان السبيكولار لايت اللي منعكس على المنتجات او الكاتش لايت اللي موجود في العين انعكاسه بيكون حسب شكل مصدر الاضاءه، وفي هاي الحاله بيكون مستطيل او مربع، وهذا نوعا ما غير محبب او غير طبيعي، لانه احنا متعودين على مصادر الاضاءه نوعا ما تكون شكلها دائري او شبه دائري على الاقل. فبهاي الحاله بنستخدم لايت موديفاير اسمه الاوكتا بوكس، من شكله ثماني الاضلاع بيجي، فهو لسه احسن من المستطيل، بيجي شبه دائري نحكي انعكاسه بالعين او بتصوير المنتجات. وكل شيء حكيته عن السوفت بوكس يطبق على الاوكتا بوكس، من ناحيه طريقه التنعيم فيه طبقتين للديفيوجن، وكمان السطح العاكس اللي جوا بيجي فيه تكستشر حتى يشتت الاضاءه اكثر. طب انا اذا بدي مصدر اضاءه دائر بالكامل حتى يعطي كاتش لايت بالعين كيوت ممكن نحكي، او جميل او طبيعي اكثر. بهاي الحاله بننتقل للايت موديفاير ثاني اللي انا مستخدمه عليه حاليا، فبدي ابدل بينهم ونشرح عنه. بهاي الحاله بنستخدم البارابوليك لايت موديفاير، هيك اسمه، وزي ما انتم شايفين بيجي شكله دائره بالكامل، تقدر انت تركب عليه جريد اذا بدك، وطريقة تنعيمه نفس مبدأ السوفت بوكس والأوكتا بوكس، بيجي فيه طبقتين تنعيم ومن جوا السطح العاكس بيجي خشن مشان يشتت الإضاءة أكثر. والفرق بينهم الثلاثة فقط الكاتش لايت بعين الموديل أو بتصوير المنتجات كيف بيطلع انعكاسه، لكن بدك تحسب حساب إنه البارابوليك لايت بيجي تقريبا عمقه أكثر بكثير من الأوكتا بوكس. فلاحظوا الفرق بين العمق هون والعمق هون، شو بفرق؟ هون بتتحدد الإضاءة أكثر، بتكون موجهة أكثر، هون بتكون منتشرة أكثر. هلا كيف قدروا يحصلوا هذا الشكل الدائري؟ بكل بساطة زادوا عدد الأسياخ اللي بتشكل الهيكل تاع مصدر الإضاءة، فهون تقريبا احنا بنحكي عن 16 سيخ، السوفت بوكس بنحكي عن 4، والأوكتا بوكس بنحكي عن 8 أسياخ. راح تفهموا علي ايش معنى الاسياخ وعددهم لما اشرح عن طريقه تركيبهم، وراح اشرح بسرعه عن طريقه تركيب البارابوليك لايت، لكن نفس الطريقه تطبق على الاوكتا بوكس، على السوفت بوكس وعلى الستريب بوكس. مشكله اللايت موديفايرز مثل السوفت بوكس، الاوكتا بوكس، الستريب بوكس والبارابوليك لايت انه انت بدك تركب الهيكل تاعها قبل التصوير. انا موفر حالي وقت ومخلي الاسياخ او الحدايد اللي بتشكل الهيكل موجوده جوا اللايت نفسه، لانه هاي الاسياخ او الحدايد بتيجي بشكل منفصل وانت بدك تركبهم على القماش بعدين تركبهم على الرنج. واسهل طريقه لتركيبه واسرع وقت انك كنت تجهز الحدايد موجودة أصلاً على قطعة القماش الكبيرة، بعدين بحط وجهه على الأرض وببلش أثبت بالسياخ واحد واحد بالرنج أو بالحلقة. تقريباً أنا ثبت السياخ من الجهة المقابلة، وحتى أسهل حالي بدي أثبت سيخ كمان من هاي الجهة حتى يأخذ تقريباً شبه الشكل تاعه، بعدين بثبت السياخ اللي ظلت، وهيك نوعا ما اخذ الشكل والهيئه تاعته او الهيكل تاعه تثبت. بعد ما تثبت الشكل الاولي له في قطعتين ديفيوزر، في قطعه بتثبت جوا اول شيء بعدين على الوجه برا. بعد ما ثبتنا الديفيوزر الاول بنثبت الديفيوزر الثاني على الوجه برا، واخر خطوه بتضل انك تغطيه من ورا هاي القطعه حتى ما يهرب اضاءه ويسكر الهيكل تاعه بالكامل. وهيك صار جاهز، تقريبا اخذ مني 10 دقائق لربع ساعة تركيبه بالكامل. عن شركة جودوكس وابتشر نزلوا نفس هاي النسخة بارابوليك لايت بس بتركب بسرعة، فقط انك الحدايد جاهزة موجودة فيه وكليك كليك كليك بس بدك تفتحه وبتجهز مباشرة، مثل ابتشر لايت دوم مارك 2. بما انه بلشنا نحكي عن الانعكاس بالعين الكاتش لايت والجمالية اللي بيعطيها اللايت موديفاير للبورتري مثلا، خلينا نحكي عن اكثر لايت موديفاير بنستخدمه بالبورتري حتى يعطينا اكثر جمالية للوجه، وهو البيوتي ديش. من اسمه دش صحن، بيوتي جمالي، صحن جمالي هيك ممكن نسميه. بيوتي دش كثير بيستخدموه بتصوير الموديل او التصوير الجمالي لانه بحدد كونتور وجه الموديل اكثر من دون ميك اب، فهذا هو استخدامه الرئيسي. وله حجمين، في الحجم الكبير اللي موجود هسه والحجم الصغير، واتوقع صرتوا فاهمين شو فرق الحجم بيعمل. كل ما كان مصدر الاضاءه اكبر كل ما اعطى اضاءه انعم على الوجه. من خصائصه انه قطعه واحده ما فيش تفك وتركب فيه شيء، وعمقه صغير فما بياثر كثير على راس الاضاءه وعلى وزن راس الاضاءه، بتقدر تركبه على ستاند باريحيه. وسبب توزيع اضاءته المميز انه بيعكس الاضاءه عن مرآة مقعرة بعدين برجعها على الصحن الكبير وبرجع بوجهها على الوجه، فهون بتتنعم الإضاءة أكثر وتكون محددة أكثر. وكمان بيجي معاه هوني كومب جريد تقدر تركبه عليه حتى تحدد الإضاءة أكثر بس توصل على وجه الموديل. وعادة في التصوير الجمالي أو تصوير البيوتي بشكل عام نستخدم البيوتي ديش بإضاءة البترفلاي على الموديل
بنحتاج وقتها فيل لايت. الفيل لايت او الانعكاس ممكن نحققه باي ريفلكتر، ممكن اجيب ريفلكتر احطه تحت الموديل فيعكس الضوء ويعبي الظلال اللي موجوده تحت رقبته مثلا. لكن مشكله الانعكاس بهاي الحاله انه مستطيل وبيطلع غير محبب بالعين. عاده اللي بيصوروا بيوتي بتلاقي عندهم ريفلكتر بشكل منحني زي هيك، هذا وظيفته للتصوير الجمالي او البيوتي، بيعطي انعكاس بالعين بشكل منحني فبيعطي جماليه اكثر للانعكاس وبيعطي كاتش لايت جميل جدا بالعين، وهذا ممكن نعتبره لايت موديفاير وبنسميه يو ريفلكتر من شكله منحني على شكل يو وريفلكتر عاكس. واخر لايت موديفاير بدنا نختتم فيه اللي هو اللانترن. اللانترن من اسمه فانوس، فكرته بسيطه انه ينعم مصدر الاضاءه ويوزعها على كامل الغرفه. هذا بنضوي فيه مشاهد كبيره هاي كي سينز، فكرته انه بنفكه وتركب بسهوله فخلص بقدر افكه صار جاهز. في نسخه منه بتيجي مع سكيرت او تنوره، الفكره منها انك توجه الاضاءه لجهه معينه من الغرفه ما يوصل لباقي الغرفه كلها. هلا انتبهت انه معظم اللايت موديفايرز اللي استخدمناهم في لهم طريقه تركيب خاصه على راس الاضاءه. طريقه التركيب او اليه التركيب هاي بنسميها باونز مام، بتقدر تميزها انه اللايت موديفاير بيكون عليه ثلاث شحطات زي هيك، ونفس الشيء راس الاضاءه بيكون فيه ثلاث فراغات بيركبوا على بعض، فانت هيك بتركبه صار جاهز. طيب يا ليه انا ما عنديش رؤوس اضاءه، ما اشتريتش رؤوس اضاءه، بس انا اشتريت فلاشات اللي بتتركب على كاميرتي وبقدر اصور فيها بالحفلات، هل بقدر استفيد منها؟ طبعا تقدر تستفيد منها، بس مشان تقدر تركب على الفلاش لايت موديفايرز الباونز ماج تحتاج ادابتر بنسميه البراكت ادابتر. هذا الادابتر بتقدر تركب عليه الفلاش وبتقدر تركب عليه من جهه ثانيه اي لايت موديفاير بدعم الباونز ماج، فبقدر اثبته على الستاند هون بحط الفلاش وبقدر ارفع الحلقه وانزلها، لازم السنتر الفلاش يفضل. ونصيحه مني اذا بدك تستخدم الفلاش مع اللايت موديفايرز انك تطلع الديفيوجن بانل، هاي وظيفتها تشتت الضوء اكثر، وهيك صار عندنا الفلاش قابل للاستخدام مع الباونز ماونت موديفايرز. فبتقدر انت تركب عليه بيوتي ديش، اوكتا بوكس، سوفت بوكس، اي لايت موديفاير بدعم الباونز ماونت بتركب هون وبتقدر تستخدمه مع فلاشاتك الموجوده حاليا. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يمكن هذا اطول فيديو شرح انا بعمله، عاده بحاول فيديوهاتي ما تكون اطول من 10 دقائق، بس هذا الفيديو بيستاهل صراحه. شكرا لLTC وقسم وسائل الاعلام الابداعيه في LTC، امنوني المساحه بقدر استخدمها براحتي. انا هون اصلا بعطي دوراتي للتصوير الفوتوغرافي، وشكرا لشركه يوكام امنوني بكل اللايت موديفايرز اللي كانوا ناقصين عندي. بس ملاحظه على السريع، مش ضروري حبيبي في بداياتك يكون كل شيء موجود عندك، انا حتى بعد 4 سنين لدوب جمعت يمكن كان ناقص علي اللانترن وكمان الفيرنال لينس حتى اضوي على الخلفيه، بس انا مش بحاجتهم دائما. فانت كبدايه شوف انت شو محتاج لشغلك، من تجربه بلش بامبريلا وايت اند بلاك، امبريلا وايت ترانسبيرنت، وكمل عليها شوي للاوكتا بوكس للسوفت بوكس، بعدين بتجيب ستريب بوكس، بيوتي ديش، يو ريفلكتر الى اخره، لانه التكلفه بتصير تعلى اكثر واكثر، لكن بالمقابل جوده شغلك بتصير اعلى اكثر واكثر. اذا في عندكم اسئله او استفسارات او معدات او لايت موديفايرز يمكن انا ما شرحت عنها بهذا الفيديو، تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك والانستغرام ليو.حماتي، وتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه.